السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في يوميه ام شمس. كنتمنى تكونوا بالف خير ان شاء الله. فيديو جديد، وصفه جديده عباره عن سفه ملكيه بريستيج، كتجي يا سلام البنات. ولا جربتوها راه عمرها ما تخطى داركم، كتجي رائعه رائعه، واحد المذاق فيها روعه يا البنات. كتجي والمذاق والشكل ديالها كيفتح النفس، وغتبقى ديما غتبقى ديما تستعملوها. وكنشكر الناس اللي داخل الوطن وخارج الوطن. ويلا نبداو على بركه الله. بسم الله، عندنا هنايا السفه ديال الشعريه ديال السفه، عندنا الماركه مزيانه، عندنا هنايا 2 كيلو ديال السفه، وكنضيفوا ليها الزيت النباتيه، يعني كنضيفوا لها نص كاس ديال الزيت النباتيه، وكنبداو نفسفسوها بحال بالطريقه هذيك بيدينا. كندخلو في هذيك الزيت، كنحاولو ندخلوها مزيان بهذه الطريقه هذه، يعني حتى كتشرب هذاك الزيت، كتبان لينا راه تشربت هذاك الزيت. ولا تبعتو البنات هذه الطريقه هذه، راه ما غتعجنش ليكم وما غاديش يعني كتصدق ليكم، غتبقاو ديما تستعملوها، غتبقى معتمده عندكم. وكنجيبو الكسكاس ديالنا، من بعد ما كنديرو الماء حتى كيطيب حتى كيغلي لينا الماء، وكنضيفوه كنجيبو الكسكاس كنضيفو فيه السفه ديالنا. من بعد التفويره الاولى كنجيبو داك، كنحطو الكسكاس ديالنا، كنحطو الشعريه ديالنا، كنضيفو عليها الماء طايب بهذه الطريقه هذه، وكنبداو نقلبو الشعريه ديالنا بهذه الطريقه هذه في الكسكاس، وكنخليوها حتى كتصفى مزيان، عاد كنضيفوها في القصريه بهذه الطريقه هذه. يعني كنحاولو باش ما تشدش لينا، باش ما تعجنش لينا. واخا البنات كتقول ما تقولوش راه غادي تعجن، راه ما غاديش تعجن لكم. كتضيفوا عليها الماء طيب في الاول، يعني باش تزيد، باش ما تشدش لكم الوقت، دغيا كطيب دغيا كطيب لينا. كنضيفوا لها ثاني 2 معالق ديال الزيت النباتيه، يعني كنطيبوا هذه بالزيت النباتيه، وكنبقاو كنبقاو نحلوها بهذه الطريقه هذه، كنحلوها بشويه بشويه باش ما تهرش لينا. وكتبقى حبه تبع حبه، راه كما كتعجنش وكتبقى محلوله، كتجي يا سلام، كتجي البنات رائعه رائعه. ولا الى تبعتوها الطريقه راه غادي تنجح معاكم هاد السفه هذه، راه كتجي يا سلام، كتجي روعه روعه البنات. وكنبقاو مستمرين بهذه الطريقه هذه، كنخليوها حتى كتشرب هذاك الزيت، وكنضيفوا ليها الماء بارد باش ما تعجنش لينا البنات. راه ضفنا ليها في الاول الماء طايب، وفي الثاني كنضيفوا ليها الماء بارد بهذه الطريقه هذه باش ما تعجنش لينا. وكنبقاو نحلوها، كنحلو فيها بهذه الطريقه هذه. كما قلت لكم البنات راه غادي تحمر لكم وجهكم مع ضيافكم ومع وليداتكم، راه كتجي يا سلام، كيجي فيه واحد المذاق. الا إيه تبعتوا راه فيديو حتى الاخر غادي تنجح معاكم، هي تجي واحد المذاق يا سلام. من بعد غادي نعاودوا لها التفويره، من بعد ما شربت لينا داك الماء وداك الزيت، غادي ندير جبنا تاني الكسكاس ديالنا، وغادي نديروها فيها، غنضيفو فيها الشعريه ديالنا. من بعد ما طابت احنا رجعنا معاكم، كنجيبو تاني الماء طايب بهذه الطريقه هذه. يعني شوفوا كي كجات، راه جات يا سلام، جات محلوله، راه ما معجنه ما والو. الا تبعتوها الطريقه هذه راه غادي تنجح معاكم، يعني كتجي رائعه البنات، ودغيا كطيب ما كتشدش لينا الوقت. كنضيفوا لها ثاني الماء طايب في الاول، يعني كنضيفوا لها الماء طايب في الاول فقط، ما تعاودوش ليها، كنخليوها حتى كتصفى، وكنحاولوا نقلبوها بهذه الطريقه هذه باش تشرب لينا هذاك الماء، باش ما تعجنش لينا بهذا الشكل هذا. وكنخليوها حتى كتقطر، كنحيدوا داك الماء اللي في الإناء ديالنا في القصريه، غادي نردوه للبرمه، وكنبقاو مستمرين بهذه الطريقه هذه حتى كنكملوا السفه ديالنا. من بعد ما كتطيب لينا السفه ديالنا بهذه الطريقه، كملنا التفويرات، كنجيبو عندنا هنايا الزبده، الزبده الماركه مزيانه، الماركه مزيانه البنات، عندنا 4 المعالق ديال الزبده، وكنديروها في السفه ديالنا، وكنحاولوا نحلوا السفه ديالنا بهذه الطريقه هذه بالمعلقه ولا الفرشيط. يعني راه سخون البنات، راه ما تقدروش تدخلوا فيها يديكم. كنضيفوا ليها الملحه شويه، يعني معلقه ديال الملحه ولا الملحه على حسب نتوما، على حسب شحال بغيتوا. كنضيف ليها انا معلقه كبيره ديال الملحه، وكنحاول نحل السفه ديالنا بحال الطريقه هذه، كنحاول نحلها باش بهذيك الزبده. يعني البنات راه كتجي رائعه، كتجي ويا سلام، واحد المذاق فيها. وكنهزوا داك
داك العسل، داك سلقنا داك الفواكه. عندنا هنايا كاس كبير ديال الليمون، البرتقال، العصير ديال الليمون. يعني البنات راه هاد السفه هذه راه كيجي في واحد المذاق رائع، وكنضيفوا لها جوج ساشيات ديال الفاني. من بعد ما ضفنا لها كاس كبير ديال الليمون، عرفتي البنات راه هذيك انا كنطيبها، بعض المره كنطيبها بالحليب، ودابا درت لها الليمون. يا سلام البنات، واحد المذاق راه ما نقولش لكم الصراحه، كتجي رائعه. من بعد ما درنا لها داك الليمون صافي ما تعودوهاش. كنجيب واحد الاطار، عندنا هنايا الفواكه جافه، راه عندنا هنا مشماش، الزبيب، التمر، عسل ثوم، داك العسل اللي ضفت عليها راه ديالها. عندنا هنايا الشريحه، عندنا هنايا المشماش، عندنا الكيوي، المشماش والشريحه راه عسلتهم، درت لهم معلقه ديال سنيده، والمعلقه صغيره ديال الماء زهر، وعسلتهم هما وداك الزبيب وداك التمر اللي غادي نضيف دابا في الوسط ديال السفه. وكنبقاو مستمرين بهذه الطريقه هذه البنات. كنجيبوا الاطار اللي يعني اطار اللي توفر عندكم ديروه، وكنجيب هذوك الفواكه جافه اللي عسلت، راه عسلتهم هادو، يعني هادو اللي قلت لكم درت لهم معلقه ديال سنيده ومعلقه صغيره ديال الماء زهر واحد الساشيه ديال الفاني، وكنعسلهم وكنديرهم في التحت، وعاد كنضيف عليهم شعريه من الفوق السفه ديالنا بهذه الطريقه. والله البنات الا كتجي واحد المذاق فيها يا سلام، مع داك المذاق ديال البرتقال، ديال العصير ديال البرتقال، ومع دوك الفواكه جافه معسلين، راه كيتجي يا سلام البنات، كتجي رائعه رائعه البنات، كتجي روعه. وكنبقاو متبعين الطريقه بهذه الطريقه هذه، يعني من بعد ما كنكملوا السفه ديالنا كنجيبوا الشريحه حتى هي راه عسلناها، كنغسلوها حتى هي بسنيده، كنديروا لها معلقه ديال سنيده، واحد نص كاس ديال الماء، وشويه ديال الماء زهر، يعني كلهم لا المشمش ولا الشريحه عسلتهم. يعني عندنا هنا الكيوي اللي ما عسلتش، درتو هكاك طري، وكنبقاو مستمرين، يعني كنقطعوهم كنقسموهم على النص وكنبقاو مستمرين. يعني شي حاجه بسيطه ملي كتشوفيها كتقولي ما عرفتش شنو هي هذه، راه شي حاجه يا سلام طوب ديال البنات. عندنا هنا التمر قسمنا على جوج، التمر راه ما عسلتوش، خليته هكاك، يعني خديت هذاك التمر الماركه مزيانه، وكنبقاو مستمرين البنات بهذه الطريقه هذه. تزيين راه تزيين على حساب اللي عندكم تزينوا به، يعني هادو بدا كيجيو رائعين البنات، كيحمروا يعني ديال تحمرت الوجه. عندنا هنايا اناناس، اناناس طري حتى هو، قطعته طريفات زينت به، والمشمش حتى هو قسمته طريفات صغار، والتمر زينت به، وعندي هنايا الكركاع حتى هو، يعني اللي توفر عندكم يا اللوز يا الكركاع يا كاوكاو، اللي توفر عندكم البنات زينوا به. انا عندي توفر عندي الكركاع وزينت به. كما قلت لكم البنات هاد السفه ملكيه، راه كتجي روعه روعه صراحه، كتحمر لكم وجهكم مع ضيافكم ومع وليداتكم، راه كتجي رائعه، كتجي واحد السفه راه ما نقولش لكم لا في المذاق ولا في الشكل ديالها، كتجي رائعه رائعه الصراحه، كتجي يا سلام. وها هو الشكل النهائي ديالها كي كتجي، راه كتجي كما قلت لكم راه صراحه ملكيه، ما نقولش لكم كتجي رائعه رائعه، لا في المذاق ولا في الشكل ديالها ولا في المنظر ديالها. من بعد ما كملناها ها هي كي جات، عجبات الضياف هنا والصراحه عجباتهم بزاف. وكنتمنى هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم. الى اللقاء، الى الفيديو المقبل ان شاء الله.